بسم الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 6/11/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم في سوق دمنهور مع الناس المحترمين النهارده. الله اكبر. السلام عليكم يا رجال. مع مين يا رجال العجله دي؟ معاك تعرفوا باسمك يا معلمي؟ اسمي خميس شحات عوض عرفه. المعلم خميس شحات عوض عرفه، منين يا معلمي؟ طرابامبا. تجار طرابامبا، شغال في اللحمه على طول يا معلمي؟ لا والله ده جنيه. جنيه، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. كسر حي ولا لبان؟ لبان. لبان يا جماعه، ما كسرش ولا سنه. بسم الله ما شاء الله على المال. اتفرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب ان شاء الله. الله ياخذ المال، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. عامل كام يا معلم؟ والله الله. يعني ما حدش عمل حاجه لسه؟ من 23 ل 24. من 23 ل 24، الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا عمده. الاسعار اللحم عاملين النهارده في سوق دمنهور؟ السوق تعبان والله، راضي ب 70 جنيه. ب 70 جنيه الكيلو قايم كده، الله يبارك لك يا حاج. صباحكم ابيض، متشكرين يا معلمي. الله يصلح حالكم وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله. من 23 ل 24 ألف يا جماعة عجل، بسم الله ما شاء الله. تقريبا ميزانه من 400 كيلو ل 380 كيلو تقريبا، صح كده يا حاج؟ اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا حاج. الله يصلح حالكم. العجول الذكورة اللحمة يا جماعة في سوق دمنهور، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. السلام عليكم. عامل حاجة معاك العجلة دي؟ لا. حد من الراجل الطيب اللي هو امال بيقول لي لا ليه؟ تخافش يا حاج، انا مش هنفر. الله يبارك لك يا حاج، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. يا حاج هنداوي صباح الخير، مباع بكام والله؟ حبيبي مباع بكام العجلة دي؟ بسبعة. 27. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تم البيع يا جماعة ب 27,000. بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. العجول الذكورة اللحم البقري يا جماعة في سوق دمنهور، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكورة اللحم البقري في سوق دمنهور، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا رجالي. عامل ايه يا حاج محمد؟ ماشي يا حاج محمد، الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله، الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. انسبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.